وبصراحه كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي يعني عايز اوجه لهم الشكر اللي هم ما بيسيبوناش، وكابتن اكرامي دايما متواجدين معاكم في المباريات دايما. يعني بصراحه كابتن اكرامي وكابتن فتحي وكابتن هشام لو فرقه مثلا بتلعب في جمهوريه في سفر اسماعيليه اسكندريه تلاقيهم دايما يروحوا ورا الفرق. احنا مثلا شوف يعني انا ماسك 2005 14 سنه لا تلاقي كابتن اكرامي دايما حتى لو مباراه بره مش في اهلي مدينه نصر مش في النادي عندنا. انتوا بتلعبوا الاول بطوله منطقه القاهره 2005 واحنا الحمد لله انا ماشي اول الدور الاول انتهى دلوقتي عشان فتره الكاملة. امتحانات العلامه الكامله 10 مباريات ب 30 نقطه الحمد لله انا اول الدوري. مين معاكم في المجموعه كده؟ معايا المقاولين الحمد لله كسبت المقاولين 4 كسبت طلائع الجيش 3 طلائع الجيش الفريق المنافس انا عندي وبعدين المقاولين التاني وبعدين المقاولين هم دول الفرقتين اللي بينافسوني. طبعا معايا فرق كتيره يعني معايا الاتصالات معايا يعني في فرق كتيره طبعا مميزه لكن الجيش والمقاولين هم اللي دول الفرقتين اللي بينافسوني. والحمد لله ربنا كرمني كسبت المقاولين 4 كسبت الطلائع 3 ومعايا لعيبه رجاله جدا. دي اهداف مباراه المقاولين وانت بتتكلم عن دي احنا كسبناها 4 عندنا في النادي في النادي لسه طبعا الدور الثاني هيبدا عشان انت عارف الفتره دي امتحانات للاولاد وكده فعندنا الدور الثاني بقى رايح المقاولين ان شاء الله هناك ده اكيد هيبقى ماتش قمه طبعا وماتش صعب عشان انا كسبان 4 فاكيد ده هيبقى يعني هيبقى ليه يعني عارف ايه معايير وطقوس وكل حاجه عشان النتيجه تقيله طبعا ونادي المقاولين من الانديه الكبيره فكانت نتيجه تقيله عليه طبعا فاعتقد هتبقى مباراه قمه حقيقيه يعني. انتوا الدوري بمنطقه القاهره 2005 من مجموعتين مجموعه بتضم الاهلي والمقاولين وطلائع الجيش في مجموعه والناحيه الثانيه انبي ودجله في مجموعه احنا المفروض يعني اللي بيصعد من هنا بياخدوا اول وثاني من هنا مظبوط واول وثاني من هنا وبعدين بيلعبوا بقى ده السوبر بقى في التصفيات دي بقى مطحنه ثانيه خالص بقى طبعا لكن طبعا احنا الحمد لله معايا فرقه كويسه وعناصر كويسه مبشره للفريق الاول. طيب عايزين نقول اسماء عايزين نعرف بص الناس بص طبعا قبل اي حاجه قبل ما اقول اسماء انا بتوجه بالشكر للكابتن احمد سمير. كابتن احمد سمير يعني بعيد عن الكوره من الناس فعلا اللي انا اتشرفت اللي انا بشتغل معاها راجل قمه في الاحترام قريب منك اللي هو وقريب من اللعيبه جدا بيعرف يتعامل نفسيا ودي اهم حاجه للولاد الصغيرين اللي انت لازم تعاملهم وتاهلهم نفسيا كويس قوي قبل المباراه. السن في الشغل في السن ده صعب جدا صعب جدا من طبعا 2005 ولد 14 سنه 14 سنه ازاي توصل لتفكيره وازاي تنزل انت كمدرب ممكن ليك اسم ونجوميه ازاي تنزل وبتفكيرك كمان لولد صغير عشان توصل له كمان المعلومه. وبعدين في نقطه كمان مهمه كابتن اسامه يعني هو شايفك نجم قدامه وبيجي دايما يقول لك يا كابتن انا شفت لك جون مش عارف كذا فكون اللي انت بتلعب معاه وبتهزر معاه وتنزل تلعب الدايره معاه واوقات التقسيمه معاه فدي في حد ذاتها انت بتدي له حافز وبتدي له ثقه. النقطه الثانيه كمان اللي هو ده لسه في مدرسه في ثالثه اعدادي تمام بيصحى من 7 الصبح ولا من 6 الصبح بيروح مدرسه وبيخلص وبيجي لك فانت برده ما ينفعش تيجي تزهقه في التمرين طبعا هو بيبقى صاحي بدري وعنده مذاكره وامتحانات ومراجعات وصاحي بدري فانت عليك اللي انت بتراعي انت كل الكلام ده طبعا بتراعي وبتاهله عشان يبقى نازل التمرين مبسوط. في لعيب مثلا بيبقى جاي ما انت عارف الكوره دي بمزاج شويه في لعيب مثلا مزاجنجي اللي هو بيبقى جاي كاره التمرين وصاحي بقى من بدري وعايز انام وعندي درس وعندي لكن انت احنا الحمد لله الفرقه اللي معانا الاولاد اولا كلهم سلوكيا مؤدبين جدا ومتربيين جدا كابتن احمد سمير عامل شغل هايل مع الولاد دي عشان خصوصا كمان هو يعني انا لسه ماسك الفرقه دي السنه دي انت موجود معاهم السنه دي انا السنه اللي فاتت كنت ماسك 2004 وخدتوا البطوله وخدنا البطوله كابتن احمد سمير بقى هو اللي طالع من تحت مع الولاد دي فهو عارفهم كويس قوي وهو اللي مربيهم والولاد بتحبه جدا وانا على المستوى الشخصي هو فعلا اخويا الكبير وعامل مجهود هايل هايل مع الفرقه وطالما زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي واحنا لعيبه طالما في حب موجود هم شايفين ان الجهاز كله بيحب بعض كله شايفين ان احنا بننقل لهم حبنا ده فدي برضو عامل مهم احنا دايما لو في اي مشكله او في اي حاجه بنحاول يعني نحلها بسرعه عشان ما نعملش بلبله زي ما بيقولوا في الفرقه فالولاد عندنا كلها سلوكيا كويسين متربيين عارفين قيمه النادي الاهلي عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي اللي هم لابسينه وده دايما كلامنا معاهم وكلام الكابتن احمد سمير معاهم فالولاد خلاص بيبقوا طالعين من تحت النشأة نفسها عارفين اللي انت متربي على بطولات. طيب عايزين نعرف بقى الاسماء يعني طمن الجمهور. بص انا يعني مش عايز انسى حد طبعا انا حفظت اسماء طبعا سيف ايمن طيب وفي سيف الطيب ده هداف يعني هداف مش عايز اقول لك يعني في دايما يقول لك هداف بالفطر لا ده مثلا ده كابتن اسامه حسني الثاني اللي هو ايه عارف ال 18 عماد متعب من ضمن الناس اللي هو بيعرف يجيب جون من نص فرصه كويس قوي سيف الطيب عندي احمد وحيد ديفندر هايل
عندي عفيفي، عندي يحيى، عندي سردباكو، يعني سعد سمير اللي جاي، عبد الله بستانجي ما شاء الله عليه، عندي ثروت. دايما عبد الله بستانجي الاسم ده بنقوله دايما هنا في منتخب الاسبوع. ده دايما ده ما شاء الله، ده سنتين ثلاثه وهتلاقيه يعني من هو عنده 17 سنه يعني هيكرر تجربه رمضان صبحي. ده من الناس اللي ان شاء الله انا بتنبأ لها اللي هي تطلع بدري. في لعيبه بتتصعد فريق اول بس متاخر، لا في عندي ناس تطلع بدري. عندي لعيب باك رايت يوسف جمال، يوسف جمال ده من ضمن الناس الهايله. عندي فوزي، يعني عندي مارادونا، عندي ناس كتيره جدا، عندي ناس كتيره جدا ولاعيبه هايله، لعيبه مؤثره. عندي حازم حارس المرمى، تشوفوا ستايله في الجون، الشناوي بالظبط الشناوي. وانت دايما بتقول الاسماء بتضرب مثل بالفريق الاول دايما طبعًا. في المحاضرات كابتن احمد سمير وكابتن معتز اينو دايما بيضرب المثل للعيبه بتاعه 2005 بالفريق الاول وبالمواقف كمان اللي بيعيشها الفريق الاول وبالمباريات وبالبطولات. طبعا، عشان انت دلوقتي في المحاضره، هما دلوقتي الاولاد دايما بيشوفوا ماتشات الاهلي مثلا، ماتش زي النهارده مثلا مع المقاولين. فانا لو انا عندي محاضره بكره او عندي مباراه بكره وعايز مثلا اكلم مثلا السردباك عبد الله مثلا بستانجي، اقول له مثلا شفت امبارح رامي ربيعه في الكوره دي مثلا عمل كذا. مثلا يوسف جمال بكرايت، شفت يوسف امبارح احمد فتحي مثلا عمل الاوفر، ممكن مثلا لعيب لازم يستلم ويروح لغايه الخط عشان يرفع. لا احمد فتحي لو عملها اقول له بص شفت وهي جايه له مثلا من لمسه واحده راح عاملها. فهو الولد شايف الماتش مثلا امبارح او اول امبارح في خلال يومين، فاكيد لسه في الذاكره وفي دماغه. فلما اديله انا مثال لازم يبقى عارف اللي احنا كلنا يعني ده الهدف الفريق الاول، ده الهدف الاكبر اللي كل لعيب بيحلم اللي هو في يوم من الايام يطلع.